كيف يعرف الشيطان أفكارنا دون أن ننطق بها؟ وكيف يدرك ما نحب ونكره؟ حتى لو تصورنا أنه يتسلل إلى أجسادنا، فأين يجد الأفكار؟ هل للفكرة شكل يمكن قراءته؟ وهل يستطيع الشيطان رؤية الأفكار مكتوبة في القلب؟ عندما يوسوس لنا، هل يتحدث بصوت نسمعه أم بتردد نتلقاه؟ هذه أسئلة تدور في أذهاننا، فلنتأمل ونحاول إيجاد إجابات منطقية لها. إن الجن كبني البشر من حيث الخير والشر، فمنهم مؤمن وكافر، بار وفاجر، كما قال الواحد الديان على لسان الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وكما بعث الله أنبياء إلى بني آدم، بعث أيضا أنبياء إلى الجن. عن الضحاك أنه سئل عن الجن: هل كان منهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ إبليس العدو الذي يتربص بنا ويأمل في زوالنا قد عصى الله وطلب من الله أن ينظره حتى يوم القيامة، متمنيا ألا يموت كباقي الجن. وقد أخبر الله أنه إذا أمهله بأنه قادر على إغواء بني آدم، وأقسم بعزة الله قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وعلى الرغم من اعترافه بعظمة الله ووجوده، إلا أن التكبر والبغض لبني آدم دفعاه لاختيار النار على الخضوع لله والسجود لآدم. استجاب الله لدعائه بالتأجيل، لكنه أنزله وأهبطه إلى الأرض لحكمة يعلمها الله، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. كان لابد لإبليس من أتباع يساندونه وجيش ينفذون خططه، ولأن الشيطان له نفس واعية بحياة الدنيا وله عقل يفكر ويخطط، قرر أن يستلهم أفكاره من الخالق جل جلاله. فبدأ بتقليد الله، فبدأ أولا بالعرش، وكما أن لله عرشا أقام لنفسه عرشا على الماء. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. وألف كتابا خاصا به يعرف بالكتاب الأسود، وجعله وسيلة لعبادته واستحضاره. ثم أنشأ قوما من ذريته من الجن الكافرين، وشكل جيوشا ضخمة، منهم الراكب على الخيل ومنهم الراجل، كما قال الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ومع تكوين جيشه من الجن، كان لابد له من أعوان من الإنس لمساعدته، واستقطب الكثير من النفوس الضعيفة وجعلهم أولياء له، ووعدهم بأماني كاذبة وبتسخير الكون لخدمتهم مقابل أن يسجدوا له، فأسماهم الله حزب الشيطان. وهكذا بدأت سيطرة إبليس على عقول أتباعه الذين هم من بني آدم لكن نفوسهم شيطانية، فأصبحوا كالموتى، أرواحهم مظلمة، وبدأوا بالتواصل معه عبر الوحي. قال الله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يوحي لهم بالقول المزخرف، وهو يعلم ما في نفوسهم ويتصل بهم إما بالوسوسة أو بالتعويذ بالسحرة. لكن السؤال الذي نبحث عنه: كيف يستطيع قراءة أفكارنا؟ وما هي الطريقة التي مكنه الله منها ليصل إلى أفكارنا؟ يخبرنا القرآن أن الشيطان يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، أي يرانا هو وذريته، فهو يرانا أكثر مما نرى أنفسنا. ولفهم ذلك
يجب أن نعي أننا نعيش في عالم تسوده الكهرباء والظواهر الكهربائية والمغناطيسية التي تتغلغل في كل جوانب حياتنا اليومية، من النقل العصبي للإشارات من المخ والقلب إلى كل ما في الكون، فتؤثر علينا ونؤثر فيها. الشيطان الذي خلق من نار يمتلك طبيعة فيزيائية مغناطيسية، ويمكن تصوره من منظور علمي كالأشعة تحت الحمراء التي تمتلك ترددا كهرومغناطيسيا ولا ترى بالعين المجردة. كل جسم تزداد حرارته يصدر طاقة كهرومغناطيسية نتيجة لاهتزاز الذرات المحيطة به، وهذه الطاقة تبعث موجات ضوئية أو أشعة تحت الحمراء، والنار هي عملية كيميائية تنتج طاقة كهرومغناطيسية وتظهر على شكل لهب مرئي وأشعة تحت الحمراء غير مرئية. هذه الأشعة هي الجزء الحقيقي للشيطان، كما يذكر القرآن: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. وهذه الموجات الكهرومغناطيسية تتحرك بطريقة تشبه حركة الثعبان. وإذا نظرنا إلى طبيعة الثعابين نجد أنها تستطيع تغيير سمها بلسانها، وحتى صوتها الذي يسمى الفحيح يحتوي على حرف السين المتكرر. لذا أنزل الله سورة الناس لتحصيننا من الشيطان، ونلاحظ في هذه السورة تكرار حرف السين الذي يتميز بالهمس ويصف طبيعة عمل الشيطان الوسواس، الذي يعمل بخفية وبدون صوت في إشارة إلى الجبن والخداع وعدم قدرته على المواجهة الصريحة للإنسان المتصل بالله. الأشعة تحت الحمراء التي تعد جزءا من طبيعة الشيطان لها طاقة فوتونية ضعيفة لا تكفي لكسر الروابط الذرية التي تربط الجزيئات في الخلايا. لذلك لا يمكن للشيطان الذي تعتبر الأشعة تحت الحمراء جزءا من مكوناته اختراق الخلايا أو أي شيء مادي. هذه الموجات تتأثر بالمناخ وتؤثر فيه كالمطر والعواصف الترابية، ولذلك تضعف شبكات الهاتف المحمول بالأمطار تماما كما تتلاشى الشياطين من الأمطار أو العواصف الترابية. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ينزل من السماء ليطهرنا ويذهب عنا رجز الشيطان. الشيطان هو كائن من أبعاد خلقت من ترددات فوق الحمراء الكهرومغناطيسية تصدر نوعا آخر من الاهتزازات الصوتية التي تؤثر فيما حولها. يصدر الشيطان صوتا من ترددات معينة، قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بالتالي يستطيع قراءة الترددات بكل سهولة، فالموجات التي يصدرها هي موجات صوتية طويلة تمر من خلال الهواء وتحدث اضطرابا في كثافتها. صوت الشيطان، وسوسته ونفخه، كلها مرتبطة بالتراب والهواء، وهو ما ذكره الله عز وجل باسم الرجز. والرجز لغة يعني الاضطراب، يستخدم ذبذباته ليؤثر بها على أوليائه الذين يطيعونه، وكل من يعصي الله لا بد أنه يتأثر بهذه الذبذبات. أوسوس الشيطان فيهمس في صدر ابن آدم، يرسل لك صوتا أعلى من تردد الأذن فلا تسمعه. فالإنسان يسمع صوتا من 20 هرتز إلى 20,000 هرتز، والأعلى والأقل لا يسمعه. الأصوات التي تنقلها الأذن تترجمها للدماغ على شكل موجات، لأن المخ يفهم الصوت على شكل موجات. تم قياس الموجات الصادرة بفعل الترددات الكهربائية للدماغ، ووجدوها ترددات مختلفة تبدأ من موجات دلتا إلى جاما. وهذا دليل على أن الأفكار ما هي إلا ترددات أو اهتزازات بالأثير. الشيطان يستطيع أن يرانا كالطاقات والذبذبات وليس كجسم مادي فقط، فيرى ذبذبات أفكارنا وما بأنفسنا وعقولنا، أي نحن كالعرايا بالنسبة للشيطان. يطلع على أهوائنا وشهواتنا وأمانينا،
ويدور حولنا يفكر في كيفية السيطرة علينا، فيأتوننا من اليمين والشمال ومن الأمام والخلف، ويظل يدور حولنا حتى يستطيع أن يرى مدخلا من المداخل التي يجد إمكانية الدخول منها. ولكن ما هي هذه المداخل التي يحاول فتحها والسيطرة علينا منها؟ يجب أن نعود إلى حقيقة ينكرها البعض، وهي المراكز الطاقية للإنسان. فما أطلبه منكم أعزائي المشاهدين، ألا ترفضوا هذه المعارف وتعيدوها إلى السحر والطرق البوذية؟ يجب أن تعلموا أن كل شيء في هذا الكون بداخله نور وظلام، وأنتم ما عليكم إلا الاختيار، هل تستخدمون النور أم الظلام؟ فحتى القرآن الكريم، كتاب الله العظيم، قد يستخدمه بعض السحرة في مداخل السحر والعياذ بالله، ويستخدمه الآخرون لتقربهم إلى الله. لذلك يجب أن تعلموا أن هذه العلوم الطاقية موجودة، فخذوا الحكمة من هذه العلوم ولا ترفضوها، فهي معارف من بعد آخر غير البعد العلمي الذي يقاس بالحواس. لذا وسعوا مدارككم لتشمل معارف القلب والروح والعقل معا.